سلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، فتره من الفترات، في سنه من السنين، احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، لاننا داخلين على شهر رمضان الكريم. وقبل ما نتكلم عن بروموهات رمضان السنه دي بتاعت مسلسلات رمضان السنه دي، عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ان ده اول رمضان يمر علينا من بعد الحرب على غزه. رمضان السنه دي هيكون صعب على الشعب الفلسطيني، واحنا ما نتمناش ده طبعا. احنا نتمنى ان الحرب تخلص وترجع غزه تعمر اكتر من الاول ان شاء الله، ويا ريت اي حد حابب يدعم اخواتنا في غزه يقدر يتبرع حتى لو بمبالغ بسيطه. واحنا جمعنا كذا مصدر للتبرع موجودين في الكومنتات، وإن شاء الله تبقى آخر فترة حزينة تمر على الشعب الفلسطيني، والفترات اللي بعد كده الدنيا تبقى أحسن معاهم ويشاركونا كل رمضان كالعادة. نرجع بقى لرمضان وإعلانات رمضان ومسلسلات رمضان اللي للأسف السنة دي ما فيهاش محمد رمضان، ودي حاجة ملحوظة السنة دي، إن رمضان ناقصه حاجتين، محمد رمضان والإبداع. يعني بسم الله ما شاء الله ما فيش تطور في الأفكار بجنيه. أستاذ حمادة هلال بيقدم نفس المسلسل بقاله 4 سنين، وأستاذ مصطفى شعبان بيقدم نفس الشخصية ونفس الأحداث بقاله 6 سنين، وأحمد العوضي ما غيرش طبقة عرق جبينه اللي لازقها على جسمه بقاله 3 سنين، وأستاذ واستاذ ريهام حجاج لسه برضو بيجروا ورا حلم البطوله المطلقه بقالهم 5 سنين، واحمد مكي بيعمل نفس المسلسل بقاله 14 سنه، وروبي برضو مختفيه السنه دي زي ما كانت مختفيه السنه اللي فاتت. بس روبي عملت السنه اللي فاتت حضرت العمر ما فرقتش كتير. وبرضو السنه دي في غياب ملحوظ لعمرو سعد ومحمد رمضان في الشوط الاول من شهر رمضان بسبب انتكاسه مؤقته في سوق الشعر، فمش لاقين لازمات يقولوها. وعلى الرغم من اختفاء اقوى كليشيهين في تاريخ الدراما المصريه السنه دي، الا ان برضو المسلسلات ما زالت كلها شبه بعض، ولكن الحمد لله يعني السنه دي في بصيص نور وسط الضلمه. في حاجه شكلها بيلمع السنه دي، ومش ميك اب الاستاذه سميه الخشاب عشان دي حاجه تعمي، انما مسلسل الحشاشين لصاحبي واخويا كريم عبد العزيز. هل بقى فعلا صدفه ان محمد رمضان كل ما يلاقي كريم عبد العزيز عامل عمل جيد يقوم مختفي وياجل فيلمه او مسلسله زي ما حصل مع فيلم بيت الروبي، والسنه دي حصلت في الحشاشين؟ الله اعلم. هل بقى فعلا صدفه ان عمرو سعد نفتقد جياره الفني على ام بي سي السنه دي بعد ما مضت مع احمد السقا مسلسل اكشن وحركات برضه؟ الله اعلم. هل بقى فعلا صدفه ان ريهام حجاج تعمل وشها كده في مسلسل صدفه؟ الله اعلم. هل بقى فعلا صدفه يبقى مسلسل اصلا؟ الله اعلم. ممكن يطلع طفره السنه دي ويكسر الدنيا. احنا نتمنى الخير للناس كلها والله، بس فعلا مسلسل الحشاشين كلنا مستنيينه، انا مستنيه واصحابي مستنيينه ومصطفى شعبان مستنيه. وبقدر ما المسلسل شكله حلو ومفكوك له الكيس ومصروف عليه، بقدر ما الواحد هيدقق اكتر في الاحداث والمصادر واللوكيشنز والجرافيكس والتمثيل والموسيقى التصويريه، وهيقارنه مع المسلسلات التركي اللي اتكلمت عن شخصيه حسن الصباح زي نهضه السلاجقه، وان شاء الله مسلسلنا يبقى احسن ويبقى واخد طابع مصري يبان انه صناعه مصريه. نروح بقى بعد كده لمسلسلات السير الذاتيه اللي بتدور حوالين احداث حقيقيه، مع الفنان ثقيل الوزن خفيف الظل احمر الدم ابيض التمثيل نجم القطاميه هايتس البار حسن الرداد، واللي بيقدم لنا ملحمه تانية بعد ملحمته الاخيره بابلو، وهي ملحمه محارب. ومسلسل محارب بيتكلم عن قصه حقيقيه بتعبر عن شخصيه البطل، لان باللي بيعمله ده بيحارب نفسه. وبعدين بقى فكره ان حسن الرداد طالع بدور بلطجي وشبح والناس بيخافوا منه وبيضرب وبيجعر، دي بتفكرني باغنيه كده شفتها من يومين على التيك توك. انا اسمي توتو، انا اسمي توتو، انا اسمي توتو، وعايز احارب والنبي ادوني البانة، دولوا البانة، ادوني البانة، دولوا البانة، ادوني البانة وترقع بيها المعتادي. منه لله محمد رمضان فتح علينا فتحه ما يعلم بيها الا ربنا، وبجد المسلسل شكله هيبقى ساذج قوي انا بتوقع يعني. وفي مشهد في الاعلان منه فضالي بتتساءل وبتقول له، هو انت ليه كل اعدائك عايزين ينتقموا منك؟ يا ترى ليه فعلا؟ تقريبا اللي كتب الجمله دي ما يعرفش يعني ايه اعداء اساسا. لا ده ما يعرفش يعني ايه اعدادي. المؤلف ده هو العدو الاول للمسلسل. هاتولي شوكه، انا عايز شوكه، انا عايز شوكه شكشك بيها المعتادي. ادوني شمع، دوني شمع، والنبي شمع، النبي شمع، والنبي شمع ألسع بيها المعتادي. وحقيقي صعبان عليه حسن الرداد، يعني عشان يقنع الكاست بتاع المسلسل انهم يشتغلوا معاه نزل لهم اغنيه شكرهم فيها واحد واحد. حتى الكلب ده كان ليه دور مهم في المسلسل، قال فيه رساله مهمه جدا. وبسم الله ما شاء الله عائله احمد زاهر برودكشن عاملين شغل هايل رمضان ده، كلهم بيمثلوا، ودي حاجه يعني ما تضايقنيش قوي، لان الصراحه بحب علاقه احمد زاهر باسرته. هو بس يبطل يتكلم كده وهيبقى كويس، خصوصا لو بعد عن حسن الرداد شويه. ادوني توبه، انا نفسي في توبه، ادوني توبه افتح بيها المعتادي. وبلاش قنبله الا القنبله، وبلاش قنبله لحسن السورق والنادي. والمسلسل اصلا فيه تامر عبد المنعم، قيم انت بقى. اما بالنسبه لمسلسل خالد نور وولد نور خالد، فانا بعد اذنكم من دلوقتي بطالب بانتاج الجزء الثاني من المسلسل، ويا ريت ما يتاخرش وينزل ثالث يوم العيد ان شاء الله. نروح بقى للمسلسل اللي بعد كده، هو مسلسل حق عرب للممثل العالمي على ارض مصريه نجم التستستيرون الاول الفنان احمد العوضي الشهير بالجاحظ. احمد العوضي بقاله 4 سنين حرفيا ما غيرش شخصيته في المسلسلات، تحسه بيمثل نفس الشخصيه، ممثل مجموعه مشاهد وبيوزعوها على المسلسلات. وبعدين اختياره للاسماء جامد قوي الصراحه، يعني في المسلسل
المسلسل ده طلع بدور واحد اسمه عربي السويركي، وده اسم محطه في حلوان، وفي اللي مالوش كبير كان اسمه الخديوي، وجابر الكوماندا في ضرب نار، وبكر الاسكندراني في الاسكندراني، وباذن الله رمضان الجاي يبقى اسمه عزبه النخل، وكل عمل بيعمله يبقى محطه في حياته. الخيل والليل والبيداء تعرفني، واللزمات والجاكيت الجلد والعرق، وبرده نفس التيمه بتاعت كل المسلسلات الجعريه بنفس الشخصيه، غلبان جعان بيتظلم بيقوى بيعود بينتقم بيضرب بيفوز بيجوز عليه الرحمه. اكشن عيد المسلسل من الاول باسم تاني ولازمه تانيه وننزله رمضان الجاي. صورني وانا بفكر في الجدعنه، والمفروض بقى انه في المسلسل بيحب دينا فؤاد وهي كمان بتحبه، وبتلبس له لبس على السلم بيتلبس في كل المناطق الشعبيه عادي. اتريه ابو العيله، وكل الناس بتخافه وكل الناس بتهابه وكل الناس بتكرهه وكل الناس بتحبه وكل الناس بتحاربه وكل الناس بتموت على ايديه وكل الناس بتهاجمه وكل الناس بتدافع عنه وكل الناس بتتكلم على كل الناس بصوت اصاله. واضح ان في علاقه غراميه بين احمد العوضي ووفاء عامر في المسلسل ده، كان عيل صغير بيتكسف وقت فيلم الواد محروس بتاع الوزير. قولي لي يا عوضيده، وانا بكمل فرجه على الاعلانات شهقت كده مره واحده وقلت يا الهي سر الهي، واستاذه روجينا عامله اعلان مسلسل سر الهي، واحب اقول ان السر الارضي كان فيه سسبنس عن كده. فانا مش شايف مبرر قوي قوي كده يخليها تفضل تعافر وتحاول انها تقتنص البطوله الاولى ولا الثانيه، فيا اما يعني تطلع في ادوار مع ممثلين زي ما عملت مع البرنس وعملت دور حلو، يا تعمل اعلانات مكرونه. نروح بقى للمعلم نجم الاكشن والشبحانه والبلطجه. لا مش حسن رداد ما تخافش، ادوني مطوه، هاتولي مطوه، انا عايز مطوه اغز بيها المعتادي. انا كنت هتكلم عن مصطفى شعبان بس لاحظت حاجه مهمه قوي، ابراهيم عيسى مش كاتب حاجه في رمضان السنه دي. انا عرفت انه مكتئب عشان اسلام البحيري صاحبه ومش راضي يغير اسمه. مصطفى شعبان السنه دي عامل مسلسل اسمه المعلم، وانا اول ما عرفت اسم المسلسل اتبسطت والله ان اخيرا مدرب تاريخي زي حسن شحاته هيتم تكريمه. بس بعد كده اكتشفت انه مسلسل مصطفى شعبان الجديد، لانه استنزف كل الالقاب وتقريبا اللوجوهات كمان، لان لوجو المسلسل متاخد من لوجو قناه الجزيره. وفي بقى مسلسل اسمه صيد العقارب بطوله الفنانه الطويله غاده عبد الرازق والفنان الطويل محمد علاء جامايكا، وده تقريبا بيتكلم عن قصه حياه قوم عاد. ومن المسلسلات بقى المزيكا مسلسل عتبات البهجه للنجم يحيى خراني، والمسلسل كمان اخراج ماجده ابو عميره، فالمفروض ان دي حاجه حلوه. والملفت كمان في عتبات البهجه ان تقريبا كده علاء مرسي يعمل دور حلو تقريبا، يعني مش اكيد. ولسه في مسلسلات ما اتكلمناش عنها زي اعمال صديقتي ريهام حجاج وزميلتي مي عمر وصاحبتي سمية الخشاب وانتمتي ياسمين صبري، فهنزل فيديو تاني ان شاء الله في باقي بروموهات رمضان، عشان الفيديو ده ما ساعش للاسف لان حسن الرداد خده لوحده كله. ادوني طلقه، ادوني طلقه، ادوني طلقه عور بيها المعتاد، ادوني حزام، ادوني ادوني حزام، ادوني حزام، احزم بيه المعتادي. انتظرونا في الجزء التاني. سلام.